صرفوا الشغل. مشي. الو. قوم لشوفه. لا لوين؟ امشي قوم احكي معي. نعم اطلع قوم احكي مع معلمينك. خير شو في؟ وصلتنا اخبارية انه مو عاجبك وضع الحارة وعم تسب غوار. انا بشرفي ما حكيت. كذاب ولا؟ بدي علمك كيف تطول لسانك على معلمينك مرة تانية. اقلي خليكم محلاتكم لا تدخلوا. ها بس الزلمة ما حكى شيء. انت ارتاح اعرج وبدك تحكي. راسولا غوار قبضاي الحارة غصب عن كبير وصغير. يلي بيجيب سيرته بالردي يعرف شو راح يصير فيه. غلط ولك كل شي تصرفتوه غلط. بس نحن تصرفنا حسب أوامرك. أوامري صح. لكن وين الغلط؟ أنا مو قبضاي. استغفر الله، أنت سيد القبضايات. ولك ابوك ابضاي، امك ابضاي، انت ابضاي. انا شو بفرق عن ابو جميل وابو عناد اذا بدي يكون ابضاي؟ اذا ما كنت ابضاي الحاره لكن مين ابضاي؟ ها بدكن تقولوا منقذ الحاره، منجي الحاره، صح، مطهر الحاره. لازمكن غسيل دماغ. روح نعملنا تمين بحمام السوق. شو هالحضاري ها؟ ولا اساليبكن البائده بالتعامل مع الناس مرفوضه، لانه بتعمل بيننا وبين القاعده شرخ فكري. ما بزل عليك يا غوار بيك، ما فهمت شي. ديوس لازمكن دوره تاهيليه، لذلك لا تظهروا بالحاره الا عند الضروره، والضروره انا بحددها. ماشي ماشي يا ابضاي. ولك شو حكينا؟ ماشي يا مطهر. مطهر؟ ايه انت قلت مطهر الحاره وقلت منقذ وقلت منجي، ما طلع لي معكن الا مطهر. تعال هون عزيز خدون. امشي يا الله. لك امشي. مور يا ابضاي. منقذ منجي مطهر. بس والله يا ابضاي يظهر هون ما في حدا اريح، لذلك انت بتضل لحمايتي الشخصيه. يا هلا نورت الديار. شرف غوار بيك. مرحبا. كانوا يجوا كتير على صبحة نايت كلاب؟ ما كانوا يتعزلوا من هون. حلوة الزعامة، العمى شو رايح علي؟ تعرف معلم، لحتى الواحد يقدر يحل مشاكل الحارة لازم يكون رايق.
وهون الرواق. حبيب قلبي ليك ليك يا هلا بشيخ الشباب. بشيخ الزعمة. على الراس وعلى العين. ولي على قامتي. زيد. حيا الله. معلم إذا ما بقى بدك هيك لو لحلة. هنا. إيش جاي على بالك تسمع؟ والله ما بعرف حاكم، أنا جديد على هالمقدور. غني له شي هي يا راشب على العبية، هي بتعجبك. ما عجبتنا الغنية بتعجبنا صاحبتها. تسلم. علمي ليك انا بالاول. انت ضمنان حالك على سميرة بنت ابو امين؟ لا هلا عليت الباية. معنى انا شايف هون راح يحطنا الجمال. وانا نقنع لك امه علي. ما راح تنقطها. مشو مصاري هيك مقصود. صفيان من موازنة الامن. امن مو صفيان. في من موازنة التنظيفات. عمل مناقلة وبحبح. لا رح اخذ من موازنة الانمائية. من يوم علمي وعلمك يا لو الميل ما جريته ولسني تبسم للا والي الغالي ساليته للا والي الغالي ساليته يا راكب على عبيه للا حاول
غوّر بيك غوّر بيك معلم قهوتك جاهزة. معلم موعد الشباب بالبستان عم يستنوك. تضرب شو مواعيدك دقيقة؟ طلع حضر الكديلة. وين القهوة؟ ليك يا معلم. تابه ساعد الحركة الأولى. ساعدوا يعطيكم العافية. الله يعافيك. كيف ماشي أمور هالدورة؟ على كيفك. لنشوف. تفضل. أنا مين؟ مين ما بيعرفك؟ محرر الحارتين. منجي الحارتين. طهر الحارتين. مطهر. مطهر. مطهر الحارتين. كتبوا إياها 10 أسطر. ماشي. هزمت الطبل. موافق على كل اللي قالوه؟ أيوه. كيف الرضا؟ جدع. بركي بتجبر خاطره ومشي كلمة تشجيعية. يا جدعان انا خلقت لكون عظيم، ما حدا بخششني العظمه. انا عظيم ابا عن جد، ومهنه مطهر كانت شغله مرحليه، وكل ما في الامر انه العظمه رجعت لاصحابها. لذلك اي راس كبير لازم ينفرم، بس باسلوب ديمقراطي. اسلوب ايش؟ ديمقراطي. وكلمتي ما بتصير تنتين، كلمتي قانون. شو كلمتي؟ قانون. تابعوا التدريب. حاجتهم اليوم تعبوا وجعوا. خدهم على القهوة شفتوا، وطعميهم على حساب أمن الحارة. حاضر. سارع حقوني. السلام عليكم. الله ينعم يا ابو فهد. استغفر الله يا ابني، استغفر الله. يا غوار انا جاي احكي معك كلمتين. ثلاثة. استعد لتجهز العربية. يا غوار الحارة كل مالها لوراها والناس عم تشتكي. شو بتريدني اعمل اكتر من هيك؟ الله وكيلك ما عم برتاح لحظة. يا سيدي الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بس الشباب عم يقولوا انه لهلا ما في شيء تصلح من ايام مرحوم ابو عناد. طبعا الشباب، الشباب ما بيعجبهم العجب. وين لقيتني هلا؟ راكد ورا امن الحاره، وهن بيكونوا مطرقين ببيوتهم عم يطولوا لسانهم علي. كمان عم يقولوا انك عم تاخذ معلوميه مثل المرحوم. شايف على هالدسيسه؟ هي مو معلوميه، هي مصاريف لحمايه امن الحاره. طيب هن هلا مجموعين بالقهوه، ليش ما بنروح لعندهم تجتمع فيهم تشرح لهم كل شيء ومنصب في العلوب؟ رقبتي هي إلك عمي أبو فهد. استغفر الله. شرف. تفضل. عد زي احتضرب اللازقة. دي جميلة.